دونك رحبوا بجمعية تونس للجميع. باش نحكيو اليوم في شوية حملة تحسيسية على البطانة المهاجرة أو ما يسمى بالفرنسية بلوندوميتريوز. دونك شنو هو الاندوميتريوز ولا البطانة المهاجرة؟ هو مرض بيصيب النساء في وقت تبدا اوناج دو بروكرياسيون، تبدا عندها الدوره الشهريه، معناتها من اللي عمرها 12 سنه حتى اللي جاها سن الياس. دونك نجم تمرض بالمرض هذا، هي الخلايا دونك تاع البطانه الداخليه للرحم تهاجر، اسمها بطانه مهاجره، تهاجر من الرحم تمشي عبر القنوات فالوب وتنجم تهبط في التيريتوان الكرش المراه اللي هو الكيل دو ساك بوستيريور اللي هو بين الشرج وبين الرحم، والا بين الرحم وبين المثانه اللي هي دونك الفيسي، والا بين قناه فالوب وبين المبيض. دونك اذا كان جات في قناه بين قناه فالوب والمبيض تولي تدخل في المبيض وتعمل سكون ابي كيست او الكيست اندوميتريوزيك. اذا كان جات في البيريتوان تعمل لينوديل بيريتونيو دونك وتمس الساق وتولي تعمل الالتصاقات وتعمل التهابات. واذا كان جات في الكول دو ساك دو دو غلاس ودخلت في الشرج تعطي نوع من نوع دونك ينجم يكون كيما نوع من نوع الاورام الحديده والتليف اللي يمكن اللي يجي في الشرج او في المثانه. دونك من هذاك نجم نفهموا شنو هما اعراض الاندوميتريوز. الاندوميتريوز قلنا يجي اكثر شيء للراس بلانش، النساء اللي هما من الجنس الابيض اكثر من النوار، خاطر النوار يجي عندهم ديزا لي فيبرون ايتيرا. دونك هو اقل في فرنسا يمس مراه على 10، دونك مراه على 10 من النساء البالغين من 12 لحد 46 سنه، على خاطر من بعد المينوبوز ينقص ما عادش بيولي يدخل في لاكالمي، يبرا بريسك، واللي قبل 12 سنه ما عندهاش الدوره الشهريه دونك ما فماش اندوميتريوز. الاندوميتريوز هذايا او ما يسمى بالبطانه المهاجره ينجم يعطي اعراض على هذاك. احنا ماذا بينا البنيات اللي تجيب اهم حاجه تجي هي الوجيعه، يعطي وجيعه قويه على الاخر، يعمل تغيب في الخدمه في القرايه برشا. دونك البنيات ملي عمرها 16 ولا 17 سنه ولا 12 سنه ولا 14 سنه ملي تبلغ وتجيها الدوره بوجيعه قويه على الاخر، تجيها الدوره الشهريه بوجيعه قويه على الاخر، الوجيعه مش تبدا قبل الدوره، خاطر اللي تبدا قبل الدوره هذيك الوجيعه نتاع الدوره اللي هما لي ديسمينوري كلاسيك. وجايع البطانه المهاجره يجيو اكثر شيء يبداو مع الدوره وينتهيو معاها، اما وجايع قويه على الاخر اللي تنجم تخلي البنيه تغيب على القرايه او المراه تغيب على خدمتها. كيما ينجم يعطي وقت اللي يجي في الشرج او في الشاليه ريكتو سيجمويديال يعطي وجيعه وقت اللي يجي الواحد يدخل يعمل بوله ثقيله، وقت اللي يجي في المثانه يعطي وجيعه وقت اللي تجي باش تدخل للتواليت بوله خفيفه، وقت اللي يجي في البيريتوال والا في الكول دو ساك يعطي سكونابيل لينوديول دونك بيريتونيو، ولا يمس لي ليغامون ايترو ساكري يعطي حتى وجيعه وقت الجماع. دونك المراه اللي تعاني من الالام هذه قويه ماذا بينا تمشي تعدي، كي باش تمشي تعدي الطبيب نتاعها هو اللي باش يطلب منها الكشوفات اللازمه، يبدا بالليكوغرافي يلوج على انكيست، خاطر الجينيكولوج يبدا في مخه وجايع باش يلوج على الاسباب نتاع الوجايع هذيا. الوجايع هذيا دونك في الليكوغرافي ينجم يلقى الكيست في الاوفير اللي هو عنده علاماته الخاصه ويعرفهم طبيب النساء والتوليد او طبيب الاشعه، انه وقت يعمل ليكوغرافي للبنيه هذيا يعرف الكاركتيرستيك نتاع الكيست اندوميتريوزيك. كيما ينجم اذا كان تمشيت للجاسترو وتقول له راني عاني من الوجيعة هذيا باش يعمل لها ليكوغرافي اندوريكتال والا الاستيروسكوبي. اكثر النساء اكثر النساء في تونس، نحكي على تونس، يفيقوا به هو 30 و40% منهم وقت اللي يبدا عندهم، خاطر هو كي يمس الساق يعطي قلنا التصاقات كبيره ويعطي دونك نوع من نوع قله الانجاب او ليبو فيرتيليتي. دونك او النساء هذوما عندهم مشكله في الانجاب او في الاخصاب. علاش؟ على خاطر في الاندوميتريوز اذا كان مس البويضه دونك باش يعطي تبييض خايب، معناتها التبييض مش صحيح او ايكاليتي اوفوسيتير التيري مش باهيه،
والا باش يمس خاطر عندنا نوع من الدم هذا اللي يتحسر في الكيل دو ساك يعطي سكون ابي خاطر الكيل دو ساك دو دو غلاس اللي هو اخر الساق واخر الكرش واللي يجي لوطا هو سكون ابي لو بوي دو لانيداسيون دو بوي دو تلقيح البويضه غادي من تتلقح البويضه كي يبدا ثم برشا دم والدم هذا يجي من الخلايا المهاجره هذه يعطي نوع من نوع الحموضه الزايده في الدم دونك تولي البويضه ما تتلقحش كيف كيف الالتصاقات دونك تخلي المبايض تخلي القنوات فالوب هذه ما تتحركش بالباهي دونك على هذاك ما تنجمش تخطف البويضه هذاك علاش 30% من 40% من النساء اللي عندهم اندوميتريوز ما يصير لهم نوع من نوع قله الاخصاب او شو اسمه عدم الانجاب اون بلوس دونك قلنا كي تمشي تعدي دونك احنا على هذاك ننصحوهم البنيات اللي جينيرالمون نصيحه نقول لهم عجلوا في سن الزواج اذا كان هما عندهم دي كيستيون دوميتريوزي وعجلوا خاصه اذا كان عرستوا ما تاخروش حبالاتكم خاطر قد ما تحبل بكري خاطر الحباله هي في حد ذاتها نوع من نوع العلاج للاندوميتريوز خاطر هي البريود نتاع الحباله ديجا تخلي الاندوميتريوز ينقص ليفوليسيون نتاعو يسكن كيف كيف نقول لهم ما توخروش للعمر نتاع البروسيس اللي هو توا دو بلوز اون بلو قاعدين نشوفوا فيه هذاك علاش الاندوميتريوز قاعد دو بلوز اون بلو نشوفوا فيه في تونس خاطر عند هذوما اللي يوخروا في حبالاتهم يعرسوا مؤخر اون بلوز كيف كيف عندهم الوجيع وساكتين عليهم وقت النهار اللي يمشيو يلقاو روحهم 35 36 سنه ديجا البريود اللي تقعد لها في الاخصاب قليله على هذاك ومعها هي الاندوميتريوز دونك وقتها تولي حتى الاخصاب عندها نسبه الخصوبه عندها تزيد تنقص دونك قلنا لي زيكزام هذوما اللي مشيتو لهم للكلو يطلب قلنا ليكوغرافي فما ليكو اوندو ريكتال وفما كيف كيف لي رام اللي هي بارمي توا لي زيكزام من اهم لي زيكزام كيف كيف لا سيريوسكوبي فهمتني اللي هي الكشف بالمنظار باش نشوفوا لي نوديول بريتونيو هذوما ونحاول نصرحوا الالتصاقات في نفس الوقت دونك الدواء نتاع الاندوميتريوز قلنا هو الاسراء دونك اللي عندها الاندوميتريوز دونك هو خاطر فما فيه زوز نواع من الدويات نجمو نداويو يا اما بالدويات دونك فما ليزانالوجي انا الحاش اللي هما يتعطاو على دي بيريود نتاع 6 اشهر اما شويه عندهم مضاعفات بزاف عندنا دواء جديد توا دونك اسمه الميزان كيف كيف يتعطى باش ينقص الماكسيموم تاع لي زيفي نتاعو على الالتصاقات وعلى الكيستو ايميدياتمون بعد لي كنعطيوهم المنشطات باش يحبلو كيف كيف لا سيليوسكوبي اللي هي بور لي معناتها نحيو الالتصاقات من بعد لي كنسرعو فيسع في وحدات معناتها في الانزينيتي دو بي ام في وحدات الانجاب اذا كان الاندوميتريوز هذايا او البطانة المهاجرة مس بصفة كبيرة الاعضاء التناسلية او الشرج او المثانة او القناة استفحل دونك راهي باش تكون الدواء نتاعو ما عادش باش يولي ميديكال باش يولي جراحة وتوصل حتى جراحة بون سيرتو مش عندنا نحنا اللي في فرنسا عندهم برشا نساء الجراحة نتاعهم ميتيول معناتها جراحة كبيرة برشا توصل حتى ليكزونتيلاسيون بلبيان معناتها فريمون يوصلوا ينحيولهم شطر المثانة اللي هي شكرة البولة ينحيولهم الشرج معناتها الريكتوم والسيجمويد ينحيولهم المسار ينحيولهم الدنيا الكل وين هو ضارب الكل ينحيولهم الأرحام ينحيولهم علاش على خاطر هو فهمتني يعطي وجيع قوية على الاخر اذا كان المرأة وصلت معناتها ايس من الانجاب دونك تعدى بالجراحة والجراحة القوية دونك الميساج اللي حبينا نعديوه اليوم انه البطانة المهاجرة اول حاجة اكثر حاجة تنجم تعطيها لك هي الوجيعة وجيعة وقت اللي راجل مش تبدا مع اللي راجل وتوفى مع اللي راجل اللي عنده بنية ولا جون 16-17 وعندها الجراحة هذه اتخاص ماذا بيه يمشي يعديها عند جينيكولوج اللي يكون هو عنده في مخه لوندوميتريوز يكون يخمم فيه على خاطر هي باثولوجي دو بلوز اون بلو قاعدين نشوفوا فيها فهمتني كيف كيف فهمتني في عند النساء اللي انتلكتويل معناتها انتلكتويل قاعدين يوخروا في سن العرس قول اذا كان انت فقط بروحك عندك اندوميتريوز ربي قوي ساعدك ويسهل مكتوب لكم ماذا بيك ما توخرش برشا سن الحبال دونك بارك الله فيكم ويكثر خيركم